تعال وش هذا التسيب؟ تسيب وش؟ وش هذا ايش اسمه؟ هذا الحنال، هذا الحنال. ايه نعم. ايه حلو. وش هذا التسيب؟ وين الموظفين؟ وين الموظفين؟ وين الموظفين؟ الله يطول لي عمرك. ايه القرار منك. القرار مني. ايه وشو؟ القرار منك. ايه كان يوم الاثنين ايوه. احنا الثلاثة بس. احنا الثلاثة كيف يعني؟ احنا الثلاثة؟ الثلاثة محمد وخيال وعبد الرحمن وانا الرابع. وليه ما عزمتني؟ ليه موجود؟ ليه انت بدون ما نكلمك؟ لا لا لا, لا اشوف انا محفوظ. انا الموظفين الثانيين يجون بكرة. صح. لا لا انا بصراحة ما يعجبني النظام هذا والشغل والتسيب. مزاجي. اي لا مو مزاجي. لا مزاجي. لا 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 لا, لا, لا. انا عمري سؤال. تعال يا فاشل. سؤال. تعال الحين سؤال يا فاشل. انا مزاجي. مزاج ولا انا يعني على مزاجك. احنا قصدنا ايه على مزاجك. ايه ايه كلنا ايه على مزاجك. اي انتم على مزاجي. اي احنا على مزاجك. الحين خلونا من الموضوع هذا يا مزاجي. خلونا من الموضوع هذه. انت مزاجي. شوف لا تضايق في جدك. خلني هنا. هو اللي يقول لك مزاجي اسمع. هلا اسمع. تعال يا دبيبه. سم. تعال يا دبيبة. تعال والله يعني اعطيتك كلمة بخاري. تعال اسمع. سم. وانت الحين سؤال. انا فاتح القناة هذه ها وتعبان عليها. اي ودم قلبي قوي والله. وصارف عليها وحش وسهر الليالي. ايوه وتعبان اجلد وشيقة وموظفك. أيوة. وانا قررت اسلم. انا قررت هلا اني افصل. لا 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 يرحم امك. يرحم امك تكفى. تعال مذبذب ابليس. هد هد روق 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 والله روق روق. شوف يا ما في قناه. انا ياما وياما ما اشتكيت لك. ما عمري اشتكيت لك. ودائما اجيب بخاري للموظفين وانا مسالم حالي حال نفسي واشتغل ومجتهد واموري طيبه في القناه. اشتغل احط اجيب اودي اكل اشرب وما عمري ما عمري اكلت واحد مو معي. انا كل يوم اعزم اخوياي اللي في القناه عشان تجيهم طاقه يشتغلون. وصدقني انا في القناه هذه من اول يوم وانا اشتغل بذمه وضمير. عمري ما تخللت في العمل. عمري ما تاخرت. عمري عموما تكفى لا تفصلني. تكفى لا تفصلني. ويعني والله ما سويت شيء غلط. انا يعني انا كل يوم عندك واسمع كلامك واجيب اكل للشباب. اي سؤال. سم. مين قال الحين اللي بيفصلك؟ يعني مو انا؟ لا مو انا. لا مو بنت. بيغلى وجهك علي بقى. هذا ان اليوم عشاك علينا. والله انك قوي. عطني عطني قفا ظهرك. يلا 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 يلا. هاي ما فصلني. والله اني قايل لكم الكم مو شفتي محمد ما فصلني. انا قايل لك مستحيل تفصلني. مستحيل. انا دائما اجيب لابو خالي واجيب لكم. انا اتحداكم اللي تفصلني. خيال خيال انا احسن منك. طيب اسمع انت يا سم. اسمع انا قررت قرار كالتالي. سين صاد. قررت قرار ولا في رجعه. اني افصل. لا 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 الى هنا كفايه. كفاية يا أستاذ عامر. أستاذ عامر الحين مو أنا اللي يوم الخميس كلهم سحبوا. أنا الوحيد اللي قدمت الحلقة.
كل العيال والشباب كانوا يزعجوني هنا وكنت صابر على هذا المسرح، وانت قاعد في مكتبك مسترخي، كل واحد جاء بس عبد الرحمن جاء سلك لي بالصبور بدل مشى، وانا اللي وقفت مع الجمهور واكلمهم والعبهم واصبر، كان يمديني اسحب زي ما سحبوا، صمت ووقفت. من ذاك اليوم يوم انك تطيح من اللي شالك، يوم انك تفطس بحبة الفلفل الأسود ذيك، يوم نشبت في حلقك من يطلعها ها؟ من؟ يوم ضربتك على ظهرك كذا وطلعت، من؟ ليش يفصلني أنا؟ وش سويت؟ ماني بحسن من خيال، أنا ايش سويت؟ يا ربي أنا ايش سويت؟ ايش سويت أنا؟ بعد تضحك والله انت مهبل والله فاشل فاشل، ابي كان اللي بيفصلك امانه يعني مو انا؟ لا امي، كان مين اللي قال اني بيفصلك؟ مين قال؟ والله اني كنت داري انها السوسه هذاك اللي مسوي فيها السوسه هذاك هذا السوسه والله داري اقول عطني 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 يلا 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 جايلك الدور عندك سوابك انت بالليل والله يا خذوا الموظفين هم هبل جاي يسوي لي هنا يا طويل العمر عندي سؤال استفسار بسيط بس انت ما راح تفصل خيار ولا محمد يا طويل العمر يا مساعدي اللي بينفصل معروف ما يحتاج أنا يعني أنا يحل وش ذنب الاثنين الضعفاء هذولا؟ صح أنا إذا جيت آخذ قرار علشان كذا أنا قررت قرار كبير، قرار قوي، قرار يعني ما لا رجع فيه. أنا قررت قرار إني أفصل. لا إله إلا الله يا طويل العمر. يا طويل العمر يعني بعد 3 أسابيع ولا 4 أسابيع هذه اللي قضيتها مرة في ناس كثير يعني كانوا يقولون قرار خيسة شلون تطلع فيها البرامج اللي جات تسويها سيئة وأنا اللي شايل يا طويل العمر الموضوع كله فصلتني 3 أيام وكلتها جهزنا الإضاءة جهزنا الاستوديوهات جهزت كل شيء بعد كل ذا تفصلني تبي أقول للناس إنك جدي عشان تدخل أمور عائلية في الموضوع عشان ما تفصلني يا أخي أنت وش قلبك يا طويل العمر؟ قلبك قوي. والله اليوم صراحة ها يا مخرج عجبك المشهد؟ آه خلاص يا مخرجنا خذ المشهد وبعدين تابع أنا وأنت ونضبط المونتاج ونقصه ونضبطه خلاص؟ آه وبعدين سؤال الحين كيف تبوني أفصلكم؟ وانتم يعني عمدان القناه يا ساتر نعم. يا ساتر نعم يا ساتر وبعدين شوف بعد المشهد التمثيلي هذا والاداء الدرامي نويت راح اسوي مسلسل لا وبحطكم انتم ابطال مسلسل تم يا ساتر وانا المخرج زي ظل ابوي نعم نفسه لا وصراحه يعني انا اول مره تعفر لا اله الا الله ايش الابداع هذا؟ ايش الابداع؟ انا توني اكتشف ان عندك ايش الابداع هذا؟ ايش الدراما؟ الله يسلمك ايش الفشل هذا؟ الله يسعدك الله يسعدك استاذ عامر سب بس عفوا انت وش يعني انتاج الدراما ايش عرفك فيها؟ تقول لي
يعني ايش تقول لي الانتاج؟ اي انتاج دراما، ايش عرفك؟ لاني انا اشوف قبل شوي تاثرت تضحك. احنا نبكي انت تضحك. يا اخي يا اخي مساعد ذا غبي غبي، واحيانا يجيب اسئله غبيه. يا حبيبي الدراما هذه لعبتي. الله لعب. وأزرع الدراما اللي صنعها حضرتي. كذا كذا صفقة 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 صفقة. إيه